نقدر نعمل هدف جديد اسمه لم يولد كرفراف نهر. تمام، انا كده عند الهدف بالظبط 48 متر بعيد عنه. طب مش هبدأ ان انا ايه حد بيندهلي. طيب هبدأ ان انا ايه، في حاجة هنا بتحصل، هبدأ ان انا اتكلم مع الراجل ده. ماشي، هو يعني هو ده اللي حصل اهو، زي ما احنا شايفين تقريبا المفروض ان انا هدافع عنهم ولا ايه، انا مش عارف. ماشي، بس هو في حاجة يعني بتحصل هنا كده. تمام، في ناس تانية. طب نشغل لهم بقى ايه، في ناس تانية. تمام، زنقوني يعني. طيب خلي بالك ان هنا في مرتزق كده طلع، نبدأ نشيله. ماشي تمام كده. طيب نبدأ برضه ايه ناخد الحاجات دي. تمام، انا كده ايه هبدأ ان انا اتكلم مع الراجل ده. What was that about? I'm sorry, Mistios. They knew we talked. They threatened me. The dagger really don't like you. ماشي، هقول له لا تقلق بذلك الشأن ولا تفعل ذلك أبدا، ثانية أبدا. هقول له ماشي. You told them what you had to in order to survive. There's no shame in that. Thank you. It's great to see you again. Have you come for some olive oil? No. I came to talk to you about the dagger. I've got nothing to say about that. Look. I'm here to let you know that I'm working with the local magistrate and his worker, Agapios, to bring them down. But in order to do that, I need to know what you know. You don't want to know what I know. Trust me. Tell me. Neritos. His name is Neritos. No. It can't be true. I'm going to end this, once and for all. Mish. I still need to meet all of Agapios' contacts. That's the last of Agapio's leads. طيب هو كده بيقول لي كلمة المهمة لما يقول لك رفراف نار. ماشي، أنا قلت له على اسم واحد بتاع، هو قال لي على اسم واحد اسمه نيرتوس ده ولا مش عارف ايه. طيب المهم كده ايه، المهم كده خلاص كده الهدف انتهى. ماشي، المفروض ان انا بقى ايه هعمل بقى لسان حد، هرجع للهدف اللي هو الاولاني خالص اللي هو لسان حد بيقول لي اعود الى غابيوس. تمام، هرجع بقى اقول له ايه اللي حصل يعني. تمام، طيب يعني ده كده الهدف ده خلص، وبعد كده ايه رجعنا للهدف الاولاني اللي كنا عاملينه قبل كده. تمام، نبدأ ان احنا بقى نعمل انتقال سريع. طيب نروح المكان، هرجع بقى هبتدي ارجع لغابيوس تاني عشان اتكلم معاه في الهدف اللي هو الاساسي اللي هو لسان حد. تمام، انا كده بعمل منه خالص. تمام، The dagger's base is on Skyros. They seem to be planning a ritual at the temple of Achilles. What did you learn about my brother? Is he alive? Is he the Kingfisher? طيب هقول له دلوقتي ان اخاك هو رفرف النهر، او ركز على ايقاف حصبة الخنجر. ماشي، اقول له رقم واحد على طول كده. I'm sorry, Agapios. Neritos is the Kingfisher. The dagger is his operation. Neritos always was getting himself into trouble. A temple to Achilles on Skyros, you said? Agapios! Stop, slave! Stop, slave! Guards! Guards! No! That man earned his freedom long ago. Thanks to you, the dagger's true face has been revealed, and Emdia has a chance at survival. طيب ماشي كده الوضع هيبدأ Though I fear victory will not be as simple as storming Skyros, the Kingfishers hid in the shadows for decades. There will be more to do before the end. Help me. Help Emdia. ماشي، هقول له تسعدني المساعدة رقم واحد. I'll see what I can do.
Good. Good. I'll lead the small force to Smuggler's Dock on Skyros. Meet me there, and together we'll finally crush the dagger! طيب. تمام كده. بقول لك تمت المهمة بتاع لسان حد. 5250. تمام. طيب. اكتملت المهمة. الحرية ليست مجانية. برضو ده برضو هدف تاني. معرفش مهمة جديدة. رفرف النار. وأبو الحناء. تمام. طيب. طبعا ال ماشي طبعا الهدف الجديد ده انا مش عارف هو فين بصراحة ماشي بس غالبا هنا اهو اهو تمام تمام طبعا هعمله في فيديو تاني لوحده اوكي طيب خلاص كده نطلع